أعزائي صباحكم سعيد، متواصلين بفقرات برنامج يوم جديد. ويمكن اليوم حكينا عن منتجات سلامة الأغذية وتحدثنا عن الزيت، زيت الزيتون والزيتون، لكن لنحكي أكثر اليوم عن موجات الحر والجفاف اللي مرت وتأثيرها على زيت الزيتون وموعد القطاف وغيرها من التفاصيل. معنا اليوم ضيفنا بها صباح الدكتور سلام أيوب، مدير مديرية أبحاث الزيتون في المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي التابع لوزارة الزراعة. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا فيك. يعطيكم ألف عافية. يعني دكتور، بنحكي عن زيت الزيتون وعن الزيتون، وإحنا خصوصا كن مرينا بفترات حر وجفاف خلال هاي الصيفية، ولا زال لسه يعني الحر مستمر، لكن قدي لها تأثير هاي الموجات على الزيتون وعلى سلامة الزيتون؟ نعم صحيح، يعني احنا مرينا في ظروف موجات حر من بداية فصل الصيف من شهر 6 واستمرت لغاية الآن، يعني حوالي 4 شهور من لغاية الآن في عندنا موجات وارتفاع يعني غير مسبوق في درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية، وهي يعني نتيجة التغير المناخي اللي صار على مستوى العالم ومنطقة الشرق الأوسط كمان، يعني واختلاف تغير المناخي، انخفاض في معدلات الأمطار السنوية وارتفاع في درجة حرارة أثر على النباتات بشكل عام وبشكل خاص على شجرة الزيتون. شجرة الزيتون معروف هي شجرة مباركة وهي يعني ثروة قومية في الأردن ولها أهمية اقتصادية واجتماعية، زاد أنه إحنا في عنا مساحات واسعة من أشجار الزيتون، في عنا ما يقارب 20 مليون شجر زيتون مزروعة في حوالي 990 ألف دنم، ما يقارب المليون دنم مزروعة في أشجار الزيتون. معظم هاي المساحات حوالي 75% هي زراعة بعلية تعتمد على الأمطار، و25% يعتمد على الري الدائم في المناطق الشبه صحراوية في الأردن. وبالتالي عندنا الأكثر تأثير السلبي لموجات الحر والجفاف وارتفاع الحرارة بيكون على مناطق البعلية اللي هي المزارعين اللي ممكن انهم يعني يعانوا من مشكلة طول فترة، يعني احنا شجرة الزيتون بلش النضج منها يعني من بعد العقد من شهر 5 إلى شهر 11 حتى يتم القطاف، يعني حوالي يعني 6 شهور طويلة هاي فيها ظروف بتكون صعبة، على مع انه شجرة الزيتون بتتحمل الجفاف أكثر من باقي الأشجار المثمرة ويعني بتتحمل للحرارة العالية، لكن حتى انه يكون في عندنا انتاج جيد لازم يكون في عندنا اجراءات معينه يتبعها المزارع من بدايه الموسم حتى انه يخفف من تاثير ظروف ارتفاع الحراره والجفاف. يعني خصوصا احنا جايين على موسم قطاف الزيتون وموسم زيت الزيتون، ما هي نصائح للمزارعين في الايام القادمه لحتى يكون موسم يعني مبشر بالخير؟ يعني هي اكثر تاثير كان لارتفاع الحراره هو على ثمار الزيتون، يعني المزارعين احنا من بدايه الموسم كنا في رسائل ارشاديه بوجهها المركز الوطني للبحث والارشاد للمزارعين انهم يعملوا اجراءات معينه من ضمنها الري التكميلي في بدايه الصيف من شهر 6، يعطوا ري تكميلي للاشجار بحيث انهم من البدايه يحافظوا على الاشجار بحيث يكون في عندنا نسبه الزيت وكميه الانتاج تكون جيده. يعني المشكله انه توفير مياه الري مش سهل، الأفضل يكون في عنا في المزارع يعني إجراءات من البداية لحصاد المياه، يكون في عنا أبار لجمع مياه الأمطار في المزارع أو برك لجمع المياه، وإجراءات نحافظ على الرطوبة في التربة من البداية، يعني استخدام الأسمدة العضوية اللي بتحسن من خواص التربة بتزيد قدرتها على الاحتفاظ في المياه خلال فترة الصيف، يعني يكون عندنا الأمطار معظم السنوات بتكون يعني معدلها يعني احنا بحاجة لشجرة الزيتون لحوالي من 400 ل 600 ملي متر في السنة من أمطار، وفي بعض السنوات يعني هاي الكميات ما بتسقط، وبالتالي بدنا نضيف احنا حوالي يعني 200 متر مكعب للدنم خلال فترة الصيف حتى نعوض نقص في كميات الأمطار حتى نحافظ على رطوبة التربة وبالتالي زيادة إنتاجية شجرة الزيتون. احنا من بداية الموسم كنا نوجه كيفية إضافة الري تكميلي للأشجار في المناطق البعلية، ننصح المزارعين أنهم يستمروا بإعطاء الري التكميلي للأشجار خلال هذه الفترة، ننصحهم يعني يكون في عندنا الري خلال أشهر الصيف يعني ما يقارب 200 لتر من المياه للشجرة خلال الشهر، يعني بتوزعوا على في الشهر مرتين، ممكن نعطوه 200 لتر للشجرة بالشهر مرتين ينسقوا يعني،
على من بداية شهر 7 لغاية شهر 9 كمان يستمروا في إضافة مياه للري التكميلي للأشجار حتى أنه نحافظ على الشجرة. من أبرز المظاهر اللي بتدل على وجود العطش أو الجفاف اللي هي الذبول أو تجاعد ثمار الزيتون، يعني في الحدائق أو حتى المزارعين الحيازات الصغيرة كمان بلاحظوا أنه وجود تجاعد على الثمار. صحيح. هاي يعني ظاهرة موجودة بسبب نقص الرطوبة في التربة، يعني اللي ما أضاف مياه للري خلال هاي الفترة بلاحظ أنه الثمار فيها تجاعد، وإذا زادت هاي وما صار في عنا ري ممكن تسقط هاي الثمار، وبالتالي بقل عنا نسبة الزيت فيها أو محتواها من الزيت. يعني فهي أهم شيء أنه بالفترة هاي أنه نعطي الشجرة قدر الإمكان نحافظ على الثمار بوضعها الطبيعي حتى نصل لمرحلة القطاف اللي هي راح تكون يعني متوقع بعد منتصف شهر تشرين، أول شهر 10 و11 و12. بدي أسألك أنت نعم. بالضبط المواد المناسب من إلى قطف ثمار نعم. الزيتون هلا احنا يعني لسه في فتره قبل ما يتم القطف، يعني ما بنقدر نحدد احنا موعد مناسب بدقه بتاريخ معين بسبب لانه في عندنا اختلاف في المناطق في الاردن، في عندنا مناطق المرتفعات المعتدله المناخ بيكون فيها يعني النضج بيكون متوسط في بعد منتصف شهر 10 وشهر 11، مناطق الشفغوريه اللي فيها بتكون ادفى او ارتفاع حرارة بيكون فيها أعلى من مناطق المرتفعة الشفغورية، ممكن يكون في عنا تبكير في الإنتاج حسب علامات النضج. احنا في عنا علامات نضج لثمار الزيتون اللي هو إذا بدنا نقطف ثمار الزيتون للتخليل، إذا كان التخليل الأخضر أو التخليل الأسود، إذا كان التخليل الأخضر علامات النضج هي بتحدد، يعني لأنه اختلافات المناطق والاختلاف الصنف كمان، في عنا أصناف تبكر في النضج وأصناف أخرى بتأخر في النضج، وبالتالي إذا ما أنا لأغراض التخليل يعني لما تكون الثمار بدأت بالتحول من اللون الأخضر الغامق للأخضر الفاتح أو المصفر، هذا يدل على أنها يعني ناضج الثمار مكتملة الحجم والنمو، ممكن نقطفها لأغراض التخليل الأخضر. للتخليل الأسود لازم يتأخر حتى يعني استكمال تلون الثمار ثمار الزيتون باللون الأسود، وبتكون مناسبة للتخليل أو الرصيع الأسود. نعم. بما يتعلق إذا بدنا نقطف إحنا لاستخلاص الزيت، هناك في عنا علامات كمان مهمة، يعني مراحل نضج الثمار بهمنا يكون في عنا أعلى نسبة زيت في الثمار موجودة والجودة تكون عالية. يعني إحنا بنحكي إنه لما يتلون ثمار الزيتون على الشجرة حوالي 70% أكثر من 70% على الشجرة من الثمار أصبحت باللون البنفسجي الغامق أو الأسود، بهاي الحالة بيكون في عندنا موعد مناسب للقطاف باختلاف المناطق. فهي يعني علامات نضج بتكون على ثمار الزيتون، يعني إذا في حال أنه تم القطف مبكرا هذا بيأثر على نسبة الزيت في الثمار بتكون منخفضة، لكن كمان إذا يعني قطاف الزيتون كان متأخر بشكل كبير يعني كان بعد اكتمال تلون الثمار، إذا طولت الثمار على الشجر بصير في عندنا تراجع في نوعية الزيت من ناحية الجودة، يعني بصير في عنا ارتفاع في الحموضة في حال متأخرنا لوقت متأخر جدا في القطاف. نعم. دكتور في فرق بين الزيتون اللي للتخليل والزيتون اللي للزيت للعصير؟ بالتأكيد، يعني في عنا الأصناف مختلفة في الأردن إحنا محلية خاصة، يعني موجودة في بعضها يصلح لأغراض التخليل الأخضر، نحكي عن مثلا النبالي المحسن أو الرصيعي يصلح لأغراض التخليل الأخضر. للتخليل الأسود في عنا صنف نصوحي من الأصناف الفاخرة للتخليل الأسود بظهر الأصناف الأجنبية، في عنا أصناف أخرى مستوردة، يعني موجودة عنا مثلا صنف الجروسادي الإسباني للتخليل الأخضر مناسب، في عنا أصناف بالدرجة الأولى لاستخلاص الزيت نسبة الزيت فيها عالية زي النبال البلدي الرومي السوري، هاي الأصناف تتميز بارتفاع نسبة الزيت فيها. إحنا بنشجع عنا يعني المزارعين يتوجهوا للأصناف المحلية هاي خاصة النبال البلدي الرومي والسوري لأنها مرتفعة نسبة الزيت فيها محتواها عالي من الزيت، إضافة لأنها يعني نوعية جودة الزيت فيها مميز. زيت الأردني على فكرة يعني هو متميز جدا في النكهة والطعم والمواصفات. صحيح. الحسية يعني فاخر جدا، ممكن ما بنحس بهاي مظبوط إلا لما بنطلع برا بصير الكل يطلب زيت الزيتون الأردني بيوصونا عليه خاصة.
دكتور، نصيحة أخيرة بتوجهها للمزارعين. نعم، يعني احنا بعد حوالي شهر ونص او شهرين بنبلش القطاف، ننصح المزارعين هم يعني زي ما حكينا يعتنوا بالشجره اكثر، يعطوها قدر الامكان كميات من المياه بهاي الفتره للحفاظ على الثمار بشكلها الطبيعي ونسبه الزيت فيها والانتاج يكون جيد. احنا متوقعين السنه هاي يكون عندنا يعني موسم خير وغزير في الانتاج ان شاء الله. ان شاء الله يكون يعني موسم خير، يعني قبل بداية القطاف يعني يكون في استعداد من قبلهم في عملية تجهيز المحصول للقطاف. ممكن انه مثلا احنا في عنا القطاف الميكانيكي بالماكينات بتشتغل على الخفيفة، يعني بتكون هي رخيصة الثمن، بتوفر على المزارعين في كلفة القطاف، لانه القطاف اليدوي مكلف جدا على المزارعين. ممكن انهم يعني يستخدموا القطاف الشبه بالأنشاط اللي بتشتغل على البطاريات للمساعدة في القطاف، لأنها يعني بتعادل ماكينة القطاف البسيطة هاي إنتاجيتها بتعادل 5 إلى 6 عمال عاديين، فهي ممكن توفر بشكل كبير كلفة الإنتاج على المزارعين. نعم. بدي أشكرك دكتور سلام أيوب، يعطيك ألف عافية على هاي النصائح، وطبعا هاي الرسالة التوعوية أنتم بدأتوا فيها مبكرا. نعم. واليوم إحنا استكمال لها، بنتمنى أنه يكون الجميع استفاد من هاي النصائح. يعطيكم ألف عافية. شكرا. يعطيك العافية. شكرا لكم.